بيحتاج الطفل لتعلم مهارات حياتية بتمكنه من الاستقلالية وتكوين علاقات إيجابية مع الآخرين، وأيضاً بتساعده على الاندماج بالمجتمع بفترات حياته اللاحقة. 100% يا رنا، وعن المهارات وأهميتها بحياة الطفل ودور مدارسنا بتطويرها حنحكي مع الموجهة التربوية الأستاذة سامية الخياط، وندخل ببعض التفاصيل يلي ممكن تكون نظرية ولا تطبق عملياً. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. أهلا وسهلا فيكي معنا. طيب خلينا أول شيء نوضح مصطلح المهارات الحياتية، شو نقصد بهذا المصطلح اللي هو بيحتاج الطفل لاكتسابه؟ طبعاً المهارات الحياتية تعد من الأمور الأساسية التي نحتاج إليها جميعاً للتعامل بفعالية مع تحديات الحياة. أيضاً تساعد المتعلم على التكيف مع مجتمعه بما يكفل له الحياة الاجتماعية السعيدة. يمكن أن نقول بأن المهارات الحياتية أيضاً هي أنماط سلوك تمكن الفرد من تحمل المسؤولية، أيضاً تساعده على مواجهة الضغوط السلبية كالقلق والتوتر والإحباط، أيضاً تساعده على حل مشكلاته، اتخاذ القرار المناسب والتعامل مع المشكلات بوعي أكثر. أيضاً المهارات الحياتية تساعد المتعلم على توفير فرص أكبر للدخول إلى سوق العمل بنجاح من خلال القدرة على إدارة الذات وتفهم الآخرين وتقديره للآخرين. تمام، 100% هذا الحكي جداً سليم وجداً نحن بحاجته حتى يدخل طالبنا اللي بيطلع من المدرسة ولاحقاً بيطلع من الجامعة لسوق العمل وهو مكتنز بالمهارات، ولكن هذا الحكي لا يطبق على أرض الواقع. ما بعرف إذا بدينا فيه بالآونة الأخيرة، بس نحن أنا بتذكر على جيلي ويمكن جيلي رنا، نحن طلعنا عنا كتب درسناها أخذنا فيها علامات، نجحنا بالثانوي نجحنا بالجامعات. لكن المهارات السكيلز كيف عم تتطبق بمدارسنا؟ طبعاً من خلال التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف تم بناء دليل لأنشطة المهارات الحياتية ليتم تطبيقها ضمن وخارج الغرفة الصفية. هذا الدليل يتضمن عدة مهارات، وطبعاً تم تحديد حوالي 12 مهارة حياتية ليتم تطبيقها داخل الغرفة الصفية أو خارجها. يمكن أن أذكر من هذه المهارات طبعاً 12، يوجد لدينا 4 محاور، هذه المحاور هي الأساس في تطبيق هذه المهارات الحياتية. لدينا محور تمكين الذات ومحور المواطنة الفعالة، أيضاً لدينا محور التعلم ومحور التوظيف. محور تمكين الذات يتألف من 3 مهارات، طبعاً كل محور يتكون من 3 مهارات حياتية التي هي يصبح مجموعها أو عددها 12 مهارة. فمثلا محور تمكين الذات يتضمن مهارة التواصل والصمود وإدارة الذات، يتعلم المتعلم كيف يدير أو عندما يدخل إلى سوق العمل مستقبلا بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية. أيضا لدينا محور المواطنة الفعالة يتضمن مهارة المشاركة ومهارة احترام التنوع والتعاطف مع الآخرين. أيضا لدينا محور التعلم يتضمن مهارة حل المشكلات، التفكير الإبداعي، التفكير النقدي. يبقى لدينا محور الأخير وهو محور التفاوض، يتضمن مهارة مهارة التعاون ومهارة التفاوض، مهارة التوظيف، أقصد محور التوظيف يتضمن مهارة التفاوض والتعاون وأيضا صنع القرار. طبعاً لهذه المهارات مجموعة من الأنشطة التي تمكن التلميذ أو المتعلم من تمثلها سلوكاً نحن بكل مادة عم تدرس بمدارسنا عندنا هال 12 مهارة عم تطبق خلال القاعة الصفية. تسعى الآن الوزارة إلى تطبيق هذه المهارات ضمن المناهج التربوية، حيث أنه بعد إعداد الدليل تم تدريب مجموعة من الموجهون التربويون ومجموعة من المدراء والمعلمين. طبعاً تم أخذ موجه تربوي من كل منطقة مع معلم واحد ومدير حسب إشراف الموجه على هذه المدارس. تم تطبيق التدريب خلال الدورة لمدة 5 أيام، ثم انطلقوا إلى الميدان التربوي للتدريب. كل طبعاً الموجه مع المدير مع المعلم يدربون 10 معلمين آخرين، ثم الانطلاق إلى الميدان التربوي لتطبيقها على التلاميذ. تمام. طيب يعني نحن اليوم عم نحكي على مهارات بيحتاجها الطفل من هو صغير
لوقت ما هو بده يكبر ويدخل الى سوق العمل ويدخل للحياة ويواجه كل التحديات الكثيرة. قديش اليوم نحن قادرين نطبق عمليا هي المهارات؟ يعني احنا عم نحكي اليوم عم نجرب نعمل نشاطات معينة لنخلي الولد يكتسب هي المهارات، قديش هذا الشيء عم نلمسه اليوم على الواقع؟ بصراحة تم تطبيق هذه المهارات، والآن المعلمين في مدارسنا وخصوصا الذين خضعوا لهذه الدورات التدريبية للمهارات الحياتية يطبقونها بشكل فعلي في من أي عمر تقريبا؟ من الصف الأول حتى السادس، ويوجد لدينا أيضا من السابع إلى التاسع. في كوني الموجهة التربوية المشرفة على الحلقة الأولى، أنا مختصة فقط من الأول حتى السادس، المرحلة من مرحلة التعليم الأساسي. طبعا المعلمون فعلا بدأ التطبيق بشكل تلقائي صدقا، وأنا ألاحظه خلال زياراتي الميدانية للمدارس التي أشرف عليها، ألاحظ أن المعلمون متأثرون جدا في هذه المهارات وشجعهم أكثر على تطبيقها خلال الحصة الدرسية، حتى خارج الحصة الدرسية يقومون بتطبيقها. تمام، يعني ذكرتي منذ قليل أستاذة أنه نحن لسه بقيد التطبيق، ما طبقت 100%. داخل المدارس القطر؟ لا طبعا ليس في كل مدارس القطر، تم طبعا تطبيق هذه على مجموعة من المدارس في كافة ما أنا هيك سؤالي القطر. أنا بحب صراحة أنا بحب أطرح أسئلة واقعية، ما بحب أبدا أنفصل عن الواقع. تمام. جهودكم مباركة، أنا على اطلاع حثيث بآلية تطوير المناهج بوزارة التربية، إن كان زرعنا شيء اسمه مفاهيم، ما عاد بدنا نحن الطالب يكون ببغاء، بدنا مفاهيم يعرفها الطالب بالتاريخ بالجغرافيا بالوطنية بهالأمور كلها. تمام. ولكن المدرس الله يعينه ويساعده عنده 40-50 طالب، نحن ما بدنا ننظر لدمشق فقط، خلينا نروح لريف دمشق، نروح لحلب، نروح لدرعا، نروح لطرطوس اللاجئية، هالمحافظات السورية اللي فيها اكتظاظ بعدد الصفوف والإقبال من الطلاب. أنا كمدرس بدي أوقف قدام 40 طالب بدي درسهم المنهج المفروض رياضيات مثلاً وأكسبهم مهارات حياتية، حلولنا هالمعادلة؟ هي بشكل اعتيادي تكون ضمن المنهج، هي نشاط طبعاً. نحن مناهجنا تعتمد أكثر شيء على المهارات والأنشطة، فهي بشكل اعتيادي تكون تلقائياً ضمن النشاط الصفي، يعني المعلم لا يجد أي صعوبة في تطبيق هذه المهارات الحياتية، لأنه هي من صلب المنهاج أو تسعى الوزارة دائماً لتكون هذه تطبيقها ضمن المناهج التربوية، فلا يجد المعلم أي صعوبة في تطبيقها، وخصوصاً أنه اكتسب خبرة من خلال هذه الدورات واكتسب الحيوية والمرونة ليستطيع أن يطبق هذه المهارات خلال التدريس أو خلال تنفيذ الحصة الدرسية. تمام. طيب من خلال التطبيق البسيط خلينا نقول الحالي لهي المهارات الحياتية من خلال المنهاج الدراسي، كيف عم يكون تفاعل الطلاب مع هي الحقيبة التدريسية خلينا نسميها أو حقيبة المهارات الحياتية؟ نعم، طبعا لاحظت خلال تطبيق هذه المهارات على أو خلال التدريب على المهارات الحياتية كان هناك تفاعل جيد جدا وإيجابي من قبل التلاميذ، مما أضفى عليهم شعور السعادة والفرح والرضا النفسي. صدقا كان هناك فرح حقيقي في قلوب التلاميذ وهم ينفذون هذه المهارات الحياتية أو أنشطة المهارات الحياتية. تمام، ممكن أهليهم بلاحظوا فرق عليهم كمان. تمام. لاحقا. تمام. طيب ختاما، شو البيئة المثالية لنخلي طفلنا إن كان بالبيت وإن كان بالمدرسة يتمتع بمهارات الحياة؟ طبعاً يجب أن تكون بيئة آمنة وسليمة، عدد التلاميذ يكون نوعاً ما نموذجي، لكن حتى لو كان العدد كما قلت سابقاً أنه ممكن يكون 40 أو 30 مثلاً، يمكن تطبيق هذه المهارة في البيئة الصفية، حتى يمكن تطبيقها خارج البيئة الصفية. تمام. يعني ما ضل غير نتشكركم لجهودكم اللي عم تقوموا فيها بوزارة التربية وإن كان بالسلك التوجيهي، ونتمنى فعلا إنه ما تضل هاي حبيسة الأمور النظرية، نشوفها على أرض الواقع إن شاء الله بإذن بتطبيق عملي. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لكم، صباح الخير مرة ثانية. أهلا وسهلا فيكم.